بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في Presentation COVID-19 Resources for Healthcare Professionals and Policymakers. هنتكلم النهاردة عن أهم خمس كتب أو manuals أو handouts يقدر الممارس الصحي يستفيد منها، وأيضا البوليسي ميكر اللي هو صانع السياسات أو القيادات أو الإدارات الطبية في المستشفيات باتخاذ قرارات بناء عليها في أزمة كورونا أو COVID-19. وفي نفس الوقت هناخد كمان 5 online courses ممكن يتعلمهم أونلاين من أماكن credible جدا، وكمان ممكن ناخد شهادات معتمدة من هذه الجامعات والمنظمات الكبيرة. وأخيرا هتكلم على 3 أفلام ووثائقيات هتفيدنا جدا في هذه الأزمة. أنا أحمد يحيى بهلول، والنهاردة 1 أبريل 2020، وإن شاء الله ربنا يعدي الأزمة دي على خير، ونسجل النهاردة من عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض. طيب، دوت الحالات التي سجلت يوميا في المملكة العربية السعودية طبقا لإحصائيات وزارة الصحة السعودية، وبدأ تسجيل أول حالة زي ما حضرتكم شايفين يوم 2 مارس 2020، طبعا مكتوب بالطريقة الأمريكاني، فالشهر بيتكتب الأول وبعد كده اليوم. فبدأت الحالات بواحد، وبعد كده بنتها فترة طويلة الحالات بسيطة جدا، لغاية ما قربنا على نهاية الأسبوع الثاني فبدأت الحالات تكتر شوية، وبعد كده احنا عدينا الأسبوع الثالث والرابع. دلوقتي يبدو ان لسه محتاجين جهد، الناس محتاجة تتقيد بتعليمات الحكومة، ان الناس تقعد في البيت، الناس تقلل موضوع الاختلاط والمناسبات والاحتكاكات علشان قدر الإمكان تقل هذه النسب. والحمد لله بوجع عام لغاية دلوقتي برضو ان احنا نوصل لألف ونص بعد حوالي شهر، دي نعمة كبيرة جدا من ربنا ان ما فيش الحمد لله سيرج في الحالات بصورة كبيرة. ولكن برضو خلينا دايما مستعدين، علشان تجارب دول حوالينا بتقول ان للأسف الأزمة بتتفاقم من حيث لا نحتسب. صحيح الحمد لله في ثقة متبادلة بين المواطنين والمقيمين والحكومة السعودية، وايضا في احترازات ضخمة جدا اتخذت من قبل المملكة من قبل تسجيل اول حالة في البلد، ولكن رغم كده المفروض النظام الصحي وأيضا الناس لابد أن تتجاوب مع هذه الأزمة علشان إن شاء الله النتائج تبقى كويسة بإذن الله، وربنا يعديها على ألف خير. طيب، الستيك هولدرز أو أصحاب المصالح في قضية COVID-19، مش عايزين نقول كل الناس، هو فعلا كل الناس المفروض تهتم بالموضوع، لكن علشان نقسم المهام فهنعمل segmentation أو تقسيم لمهام أصحاب المصالح. فلو بدأنا من تحت البوبيوليشن اللي هم عموم الناس أو الجماهير، محتاجين نقعد في البيت ومحتاجين السوشيال ديستانسينج أو نبعد عن بعض قدر الإمكان، مسافة 1.2 meters أو اللي هو مسافة 120 سنتي تقريبا، ويفضل أكتر من كده يا جماعة في الحقيقة، يعني لأن في كلام شوية أن الفيروس ممكن يصل الدروبلت انفكشن بتاعته لغاية متر ونص، ممكن متر وثمانية من عشرة على أكثر الأقوال. فتخلي كده يعني متر ونص on average تقريبا بينك وبين أي حد تاني قدر المستطاع. طيب، بالنسبة للهيلثكير بروفيشنالز اللي ملهمش أي كونتاكت مع الكوفيد-19 patients، وجالي اتصال من زميل عزيز من منطقة حفر البطن بالمملكة العربية السعودية، هو جراح مصري وكواليتي بروفيشنال، فبيقول لي طيب حضرتك يعني نعمل ايه؟ طبعا الكواليتي والبيشنت سيفتي هو ده أساس الشغل يعني، تمام، لكن للأسف الإدارات التي تظن أن الكواليتي والبيشنت سيفتي عبارة عن ورق و يعني تستيف علشان الاعتمادات وكده زي سباهي وجي سي اي وغيرها، وعلشان نجيب يعني تعاقدات مع التأمين، اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده في اليوتيوبات. برضو للأسف بعض الكواليتي بروفيشنالز بيوصلوا هذه الرسالة بصورة أو بأخرى إلى الإدارات عندهم إن موضوع الكواليتي عبارة عن ورق، فيعني إحنا مش لنا شغلنا غير الموضوع الاعتماد. لا طبعا، الكواليتي بروفيشنال، الكواليتي ساينس ده علم وجزء منه الاعتماد، لكن ليس كل شيء في الكواليتي هو الاعتماد. فالأزمة دي المفروض هتبين معاد الناس الشطار في الكواليتي والبيشنت سيفتي والريسك مانجمنت من غيرهم. وزميلنا دكتور مصطفى غلوش قاد مبادرة جميلة لشرح الـ WHO تشيك ليست، هي أحد المصادر معنا النهاردة، وسبها الكواليتي رول في موضوع الكوفيد-19. مشكور جهده هو وزملاء دكتور أحمد الشيخ، دكتور أحمد الفيومي، وأيضا الزملاء اللي أنا ما تشرفتش بمقابلتهم قبل كده، دكتور أحمد الجمل والدكتور إسلام والدكتور زكريا.
يعني واعتذر ان انا يعني لم يكن الوقت مناسب ان انا اشارك معاهم، يعني دكتور مصطفى الله يبارك فيه بعت لي لكن يسامحني في هذا الامر وربنا يوفقهم باذن الله. فطيب طب انا دلوقتي مش كواليتي، انا راجل جراح، انا راجل جراح تجميل، انا راجل في تخصص مش هتعامل قوي مع الكوفيد 19، في الغالب هتعامل مع الكوفيد 19 اللي هي الكاتيجوري 2 اللي هم جماعه في الطوارئ والعنايه المركزه والانفكشس ديزيزز والانفكشن بريفنشن كنترول، دول اكتر الناس هيتعاملوا بصوره فرونت لاينرز مع الحالات. لكن التخصصات التانية خلاص يعني مش هنستفيد منها؟ لا طبعا، ممكن يحصل كروس تريننج، وهنشوف الدليل الصيني الهاند بوك الخطير اللي اتكلم على موضوع التريننج للناس اللي هتشتغل في خط المواجهه والاستفاده من خبراتهم الطبيه سواء دكاتره او نيرسز او فنيين. وطبعا اخيرا يرأس راس القائمه اللي هو المالتي ديسيبلينري بوليسي ميكرز، الموضوع مش هيلث بوليسي ميكنج بس دلوقتي، مش القيادات الصحيه بل القيادات كلها، فتشوفوا تضافر القيادات في المملكه من اول القياده السياسيه والحكام، وايضا هتلاقوا القيادات الصحيه، القيادات الامنيه، القيادات الاقتصاديه، القيادات المجتمعيه، القيادات الدينيه، كل متضافر علشان ان شاء الله هذه الازمه تعدي على خير، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ بلاد الحرمين وكل بلاد العالم ان شاء الله من هذه الازمه الكبيره ونستفيد منها دروس للمستقبل. يبقى دول الفور ستيكهولدر سيجمنتس اللي موجودين معانا بدءا بالبوبوليشن في قاعده الهرم الى راس الهرم البوليسي ميكرز، مرورا بالهيلث كير بروفيشنالز اللي هيشتغلوا فرونت لاينرز مع الحالات، والهيلث كير بروفيشنالز اللي محتاجين كروس تريننج عشان يتعاملوا ايضا مع الحالات. طيب نبدأ بالجزء الأول اللي هو الهاند أوتس أو الهاند بوكس أو الكتب اللي هتفيدنا أو المانوالز اللي هتفيدنا في موضوع كورونا. أول حاجة، بما أننا في المملكة العربية السعودية، كل دولة تقريبا بصورة أخرى بتحاول تطور تكنيكال جايدلاين كونتكستشواليزد على السياق بتاعها والظروف بتاعتها والإمكانيات بتاعتها. فهنا CDC السعودي cdc.gov.sa بيطلق الإصدار الثالث تقريبا دلوقتي من كورونا ديزيز 19 كوفيد 19 جايدلاينز مارش 2020 فيرجن 1.2، كان قبل 1.1 و1.0، دلوقتي احنا في فيرجن 1.2، ومتوقع ايضا يحصل له ابديت كل ما يحصل تطور في العلم والريسيرش في موضوع الكوفيد 19. لو احنا بصينا على اهم ما جاء في هذا الجايد لاين، طبعا CDC السعودي بالتعاون مع وزاره الصحه السعوديه، وادي لو نزلنا على صفحه مثلا 22 نشوف التريتمنت جايد لاينز الجديده اللي عملوا لها كونتكستشواليزيشن، صفحه 22 يجي هنا في البي دي اف نشوف 22، هنلاقي الجنرال تريتمنت اوت لاينز الجديده، ادي الكاتيجوريز مايلد تو مودريت وسيفير، طبعا بالاضافه الى سبورتيف كير، بالاضافه الى الانتي فايرال ثيرابي، بالاضافه الى البريكوشنز المختلفه اللي احنا محتاجين ناخدها زي الدراج دراج انتراكشنز وغيرها. فحطوها في جدول تيبل واضح وبسيط في تقريبا صفحه ونص اهوت. فدوت تطور كبير في الفيرجن 1.2 اللي موجوده معانا. لو انتقلنا بسرعه الى صفحه 38 عشان نشوف الملاحق بعد قائمه الريفرنسز، هنلاقي ابندكس 1 هم 6 ملاحق، الملحق الاول اللي هو الاسسمنت فورم بتاعت كورونا فيروس ديزيز، ادي الاسسمنت فورم، وبعد كده هنلاقي الابندكس 2 اللي هي ليست اوف بيشنتس كونتاكت، طبعا لابد ان يتم حصرهم، وبعد كده ابندكس 3 الكونتاكت تريسنج فورم، وبعد كده الفيرتشوال تريج تشيك ليست. طبعا هذه القائمه او التشيك ليست متميزه جدا، لان طبعا كان في ميرسكو في في المملكه العربيه السعوديه، فهذه التشيك ليست بتسمح للممارس الصحي ان هو يعمل تريجنج للكوفيد 19 اللي هو الاسئله اللي بالرصاصي في المربعات الرصاصيه او الرماديه، وفي الاخضر دوت للميرسكو في، وبعد كده بيديك في الاخر لو السكور اكتر من او يساوي 4 بالنسبه للميرسكو في هيتحط العيان دوت في الايسوليشن فور فيرذر اسسمنت، ولو اكتر من او يساوي 6 هيتحط في العزل علشان الاسسمنت فور كوفيد 19. Which is very interesting بصراحة، إن كل دولة تحاول تشوف الانترسبت بين الكوفيد 19 مع manifestations تانية. على سبيل المثال الدول الباردة زي روسيا وشمال أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا أيسلندا والكلام ده، هو المفروض هيعملوا كروس تشيك ليست بينهم مثلا وبين الانفلونزا، علشان الانفلونزا عندهم نوع من انواع الانديميك في وقت البرد، واحنا لازلنا يعني طالعين من الشتاء في الدول دي فلسه فيها برد يعني.
وبعد كده الابندكس اللي بعده ابندكس 5 نموذج الابلاغ الفوري طبعا لوزاره الصحه علشان التقرير اليومي، واخيرا ابندكس 6 الخطه الجميله اللي هي مستشفيات اللي بتستقبل في كل منطقه حالات الكوفيد 19 في وزاره الصحه والباك اب بتاعها. طبعا ما لا يخفى على احد ان وزاره الصحه بتعاون مع المركز السعودي لاهتمام المنشات الصحيه سباهي، كانوا عملوا سيرفي على تشيك ليست خاصه بالوزاره علشان نشوف المستشفيات في المملكه في كل القطاعات سواء وزاره الصحه او دفاع او حرس او خاص او جابعي او رويال كوميشن، كل القطاعات المختلفه او سكيورتي فورسز، هل هم كواليفايد ككورونا سنتر ولا لا علشان الاستعداد للازمه. فدي خطة متميزة جدا، خطة متميزة جدا وموجودة هي على سبيل المثال في الرياض عندنا مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز، والباك اب بتاعها بيبقى الإمام عبد الرحمن الفيصل، وكل منطقة فيها الباك اب بتاعها زي ما حضراتكم شايفين في هذا الأبندكس. دوت كان اللي هو جايد لاين بتاع وقاية أو المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها CDC السعودي على غرار CDC الأمريكي في أتلانتا، وده الكوفيد 19 جايد لاينز فيرجن 1.2، وبرضو على الموقع باستمرار بيحطوا الأبديت بتاع الجايد لاين دوت. أوكي طيب، دوت كان أول حاجة معنا النهاردة. لو رحنا للسلايدز بتاعتنا هنلاقي التجربة الصينية هو السورس التاني بتاعنا دلوقتي. التجربة الصينية تجربة خطيرة، مدينة ووهان عملوا طبعا الهاند بوك اوف COVID-19 Prevention and Treatment، وتم نشره كبابليك دومين على علي بابا كلاود. هنحط لكم طبعا الروابط دي كلها تقريبا في وصف الفيديو عشان تستفيدوا منها بإذن الله، ولو كتبتوا بس اسمائها هتقدروا في جوجل هتقدروا تلاقوا الروابط بتاعتها وتحملوها بمنتهى البساطه. كوفيد الهاند بوك اوف كوفيد 19 بريفنشن اند تريتمنت، التجربه الصينيه محتاجه وقفه بصراحه مهمه جدا. فلو بصينا في هذا الجايد لاين هنبص نلاقيه بيتقسم بطريقه متميزه جدا، مقسمينه ثلاث اقسام رئيسيه. القسم الاول بيتكلم على بارت 1 بريفنشن اند كنترول مانجمنت، وتكلموا على الايزوليشن اريا، ويتكلموا على حاجه اسمها فيفر كلينيك اللي هو التراجنج اريا تبقى عامله ازاي ومتقسمه ازاي، وبعد كده حاجه اسمها ايزوليشن وارد، لا قدر الله والحالات كتير مش هنبقى شغالين بقى بنظام الايزوليشن رومز زي ما احنا شغالين في نظام الاعتماد عندنا، هيبقى في ايزوليشن وارد زي ما دلوقتي مستشفى الامير محمد بن عبد العزيز متاهبه، مستشفى الملك فهد في الباحه وهكذا عشان الحالات. فالمفروض بيبقى فيها واردز ممكن نحط فيها المرضى، لان مجرد الايزوليشن رومز مش هتكفي، وطريقه التعامل معاها، وكمان ازاي نعمل تريننج للناس او اللي هيشتغلوا في الموضوع ده هوت، وفي نفس الوقت البي بي اي وحلوا الديبيت القائم نستخدم سيرجيكال ماسك بس ولا الان 95 ماسك. هنبص على بعض الحاجات المهمه في البروتوكول ده كمان شويه. بارت 2 مخصص ل هاو تو دايجنوز اند تريت، وفي نفس الوقت برضو السايكولوجيكال انترفينشن مع الكوفيد 19 بيشنتس، لان لقوا عيانين كتير بيتعرضوا للاسف لموضوع ديبريشن وانكزايتي ولوم للنفس شديد جدا وعلشان نفسهم وعوائلهم وهكذا. وهنشوف بعد كده البارت 3 بيتكلم عن نيرسينج كير. الابندكس اتكلموا في حاجه خطيره جدا، الميديكال ادفايس اكزامبل فور كوفيد 19 بيشنتس، واقترحوا كانوا من اوائل الناس اللي اقترحوا بروتوكول لموضوع علاج الحالات، وقسموها فور مين كاتيجوريز. لو رحنا بصينا على صفحة 58 في البي دي اف دوت 58 هنبص نلاقي ادي الابندكس اللي بيتكلم على ميديكال ادفايس. ابندكس رقم 1 فقسموا الحالات الى مايلد ومودريت سيفير اند كريتيكال كيسز في ورقه واحده او نص ورقه تقريبا، يحط لك البروتوكول كامل اكزامينشنز المطلوبه كلها والانفستيجيشنز، وبعد كده الميديكيشن بلان بتاعته او التريتمنت بلان بتاعته. لو بصينا برضو ادي المودريت كيسز هنبص نلاقي بقى الانفستيجيشنز بدات تكتر شويه والميديكيشن بروتوكول بدا يكبر. كل نفس الموضوع، ادي السيفير كيسز وادي البروتوكول بتاعه، وبعد كده اخيرا الكريتيكال كيسز اهي. اوكي في ورقه واحده او اقل البروتوكول للاربع حالات. طبعا البروتوكولات دي بدات تبقى كونتكستوالايز، هنشوف البروتوكولات دي موجوده في الجايد لاين الخاص بسي دي سي السعودي صفحه 45 في البي دي اف دوت.
هنبص نلاقي جماعة الصينيين أول ما يتكلموا على موضوع الكلوروكين أو علاج الملاريا كانوا هنا بيتكلموا على أن أنت تخلي بالك الدراج انتراكشنز أو يعني الدراج ادفيرس ايفنتس اللي ممكن تحصل مع العيانين وإحنا بنستخدم معاها علاجات الملاريا سواء الأنتي فيرال أو الكلوروكين. أوكي؟ قبل بقى ما صنوفي تطلع وقبل ما ناس كتير تبدأ تتكلم على البوتنشال بتاع علاج الملاريا في علاج حالات الكورونا. أوكي؟ طبعا هنا في بارت 1 تكلموا عن ديجيتال سبورت فور ايبيديميك بريفنشن اند كنترول وتكلموا في الملاحق ايضا في الاونلاين كونسلتيشن بروسيس فور دايجنوستكس اند تريتمنت ان احنا نخفف اعباء المستشفى نخفف المرضى فور الكتيفز المرضى اللي حالتهم ممكن تبقى مانجد اونلاين او بتيل هيلث او الكلام دوت فهم اتكلموا في الموضوع دوت والبلاننج بتاعه دلوقتي امريكا في سيستمز شغاله تيل هيلث دلوقتي في تطبيق موعد في المملكه العربيه السعوديه علشان يوفر خدمه التيلي ميديسن لكتير من المرضى اللي مش لازم يروحوا المستشفى او اللي محتاجين ريفيل او متابعه امراض مزمنه وما الى ذلك علشان مش نعرضهم لخطر الكروس انفكشن بالكورونا او كوفيد 19. لو جينا في البارت 1 في شويه حاجات كده لصانع القرار في المستشفيات وفي القيادات الصحيه. طبعا هم قالوا نعمل فيفر كلينيك. الفيفر كلينيك ده هي المفروض وان واي باسج يعني ترياش خاص زي اللي اتعمل ايام المرسكوفي في المملكه ان العيان بيدخل خط واحد بقى خلاص لو هو مشتبه فيه من الاول كده بيبقى له باسج بيدخل في المستشفى في خط معين الخط دوت هيبقى متقسم زي ما بنقسم نظام العمليات المنطقه بتاعه الجراحات في المستشفى بنقسم برضو منطقه السي اس اس دي او التعقيم المركزي في المستشفى الى ثلاث مناطق والجراحات الى ثلاث مناطق نفس الموضوع هيتقسم موضوع اللي اوت هنا الى ثلاث مناطق الكونتامينيتد والسيمي كونتامينيتد وايضا الكلين زون. اوكي بحيث ما يبقاش في كروس انفكشن ناس بتتحرك في الاتجاهات رايحه جايه فيحصل كروس انفكشن كبير جدا وقالوا ان احنا ممكن بنعمل بافرنج زونز ومنها ان انا لما اودي سبلايز للمنطقه الكونتامينيتد اللي فيها العيانين معزولين في ايزوليشن واردز المفروض يبقى وان واي وبطلع من ناحيه ثانيه خالص بعمل واشنج واتخلص من البي بي اي وبعد كده اعمل واشنج واتحرك بعيد وهكذا بحيث نقلل جدا الكروس انفكشن في الموضوع دوت. دي كانت الفيفر كلينيك وبداوا بعد كده يتكلموا في الايزوليشن واردز في الموضوع دوت ايزوليشن وارد مش ايزوليشن بحيث لو في كميه بيشنتس كبيره المفروض يبقى في ايزوليشن واردز زي ما قلنا برضو الخطه الموجوده في المملكه العربيه السعوديه لا قدر الله لو حصل اي زياده في الحالات لكن ان شاء الله تظل الامور تحت السيطره باذن الله. طيب الستاف مانجمنت تكلموا في ان انت تعمل تريننج للناس وتقسمهم ورديات اربع ساعات لكل ورديه بس اربع ساعات اللي هم هيشتغلوا في الايزوليشن وارد هيدنهم جوه الايزوليشن وارد يتعاملوا مع كميه مرضى كبيره في وقت واحد اربع ساعات دوت وقت كافي لانهم جربوا في الصين يشتغلوا مع الحالات الضخمه جدا اللي حصلت في الصين انتوا عارفين الحالات كانت فوق 80,000 فكانوا شغالين 24 ساعه لدرجه ان هم الله يعزكم اضطروا يلبسوا الطاقم الطبي حفاضات كبار. الحاجة التانية ان كانت التغذية بتاعت الناس مش كويسة واحد لابس البي بي اي 24 ساعة مش قادر يتحرك ومش قادر يتعايش يعني فبدأت تحصل حالات من الاجهاد والاعياء وايضا الانفكشن الكبيرة بسبب قلة المناعة بسبب الاجهاد وقلة التغذية السليمة في هذا الوضع وان هو واقف على حيله 24 ساعة في الوارد ولابس البي بي اي دوت بالاضافة الى الـ حصل حساسيات غريبة في الجلد وتشققات وبروزس وحاجات زي بيرن كده من البي بي اي اللبسة الطويلة بتاعته فقال لك بنقسم الناس إلى مجموعات أربع ساعات أربع ساعات دوت البست براكتس من وجهة نظرهم ومن تجربتهم وهكذا. طيب طبعا اتكلموا برضو في نقطة لو في فعلا بقى سورج للحالات موجودة لا قدر الله و في ايزوليشن تيمز موجوده جوه الايزوليشن واردز المفروض الحالات دي بنعملها انفستيجيشنز ازاي وازاي بنعزلهم بعيد عن الناس وبعيد عن اهليهم علشان ما يحصلش كروس انفكشن وما ينقلوش للكوميونتي الانفكشن. طبعا برضو دوت موضوع يعني نثمن جدا دكتور محمد فتحي زميلنا في مدير جوده في مستشفى الاولاد والاطفال في المدينه المنوره اتكلموا مع الإدارة الطبية في برزنتيشن جميل جدا أنا شفته عن الاستعداد خطة الاستعداد. طيب هنقعد فعلا الناس معزولين عن أهليهم أسبوعين
طيب ايه نوع الانسنتيفز اللي احنا ممكن نقدمه للناس بالطريقه ديت؟ يعني برضو الموضوع نفسيا كبشر الموضوع مش سهل، الموضوع محتاج استعداد، خطه استعداد، لكن في نفس الوقت نخلي بالنا من الهيومن فاكتورز، ان دول بشر وان بيبقى في ضغط عصبي من الموضوع دوت. الناس قاعده في البيوت اصلا طفشانه وزهقانه، سبحان الله يعني. يعني اعتقد حاله ترك ممكن تغير، تعمل ابديت للاغنيه بتاعتها زهقانه طفشانه في الوضع دوت. طيب جم في البروتكشن او البي بي اي، البروتكشن مانجمنت، جم قسموا الناس الى ثلاث ليفلز، الليفل 2 و 3 اللي هم بيشتغلوا مع الحالات والكونفيرمد سبيسيمنز ومع الحاجات اللي ممكن يبقى فيها اوبريشنز او بروسيجرز فيها ايروسولز، هنعمل برونكوسكوبي، هنعمل ترانس اسوفيجيال ايكوكارديوجرافي والكلام دهوت. الناس دي هتحتاج تلبس N95، ودي مستويات البي بي اي المختلفه. طبعا لو انتقلنا لصفحه 20 في البروتوكولز بتاعت الانفكشن بريفنشن كنترول، اتكلموا بصراحه في الديس انفكشن بصوره جميله، اتكلموا في الميديكال ويست والدبل باجنج والكلام ده هو بطريقه متميزه جدا، فهو بصراحه بروتوكول هايل. لكن جم اتكلموا في حته الجثامين، ربنا يعافينا، الوفيات بتاعت كورونا. طبعا الصين عندهم يحرقون الجثث عادي، لكن طبعا ممكن الموضوع ده ما يبقاش مقبول ابدا في المنطقه عندنا، لكن هم قالوا يعني ازاي نملأ فتحات الجسم المتوفى، نسأل الله العفو والعافية للجميع، بكوتن بولز او جوزس، وتبقى سوكت في بروتوكول معين من ديس انفكتنت بيبقى فيه كلورين او البريوكسيتيك اسيد علشان ما يحصلش انفكشن، وبعد كده يتحط في دبل لاير من الكلوذينج شيتس، بتبقى سوكت برضو في كلورين كونتيننج ديسانفكتنت، وبعد كده تحط في ليك بروف رابينج شيت، في الغالب بيبقى بلاستيك وبيبقى برضو سوكت في ديسانفكتنت وهكذا، ويتم نقله في سيارات خاصة تخصص فقط لهذا الغرض عشان برضو ما يحصلش كروس انفكشن، وبعد كده تدفن. هل هيبقى في بروتوكول دفن مثلا بإضافة حجر جيري في المقبرة أو كده؟ الله أعلى وأعلم، يعني نسيبها لأهل التخصص يفيدونا فيها. لكن الصين طبعا بتعمل كريميشن او اللي هو حرق الجثامين، واللي كتير من الاوروبيين وامريكان وامريكا اللاتينيه لا يجدون في حرق، بالاضافه طبعا الى جزء كبير من اسيا اللي هم يعني لا اما بيحرقوا لاسباب دينيه لا اما بيحرقوا الجثامين تخفيفا لاعباء رسوم الجنائز المكلفه جدا في هذه الدول. طيب دوت كان لفه سريعه كده على هذا الجايد لاين الخطير جدا بصراحه، والانصح كل صانع القرار ان هم ينظروا عليه او ينظروا على ملخص ليه. طيب WHO طبعا الهوسبيتال رينز تشيك ليست جميل وهايل ورائع، بيقول لك ازاي المستشفيات تبقى جاهزه. هو طبعا ديت خدمه من المكتب الاوروبي، لان طبعا يوروب تعتبر دلوقتي للاسف منطقه موبوءه على مستوى العالم. لو رحنا لهذا الجايد لاين وبصينا عليه هنلاقيه عباره عن تشيك ليست زي ما حضراتكم شايفين، هم عاملين لها نوع من انواع اللي اوت او الكي كومبوننتس. اول حاجه بيبداوا بتشيك ليست الكوميونيكيشن والانفورميشن شيرنج والكلام ده هوت، طب متابعه الابحاث الجديده والافيدنس بيز، الكونتينيتي اوف اسينشال هيلث سيرفيسز اند بيشنت كير، ونقلل الحاجات الالكتيف والكلام دوت، السيرج كاباسيتي ازاي نزود الكاباسيتي بتاعه المستشفى لاستقبال الحالات الكتير، الطاقه البشريه طبعا، اللوجيستكس والسبلايز والفارماسيوتيكلز، الاسينشال سبورت سيرفيسز والانفكشن بريفنشن اند كنترول. بصراحه كلام حلو ورائع ومتميز جدا. ولو بصينا في صفحة مثلا 10 في هذا البي دي اف، 10 طبعا ممكن مبقاش نفس رقم الصفحة بس في البي دي اف اللي عندي، سيرج كاباسيتي بيتكلموا في السيرج كاباسيتي، ان انت تكنسل كل نون اسينشال سيرفيسز، ودوت اللي بيحصل بالفعل في المملكه مع بفضل الله مع قله الحالات، لكن فعلا لازم الكلام دوت، لان المستشفيات اللي بتستقبل اي سسبكت كيسز وبعد كده تبقى كونفيرمد كيسز، المستشفيات دي فعلا هتبقى بؤره للعدوى، فتقلل قدر الامكان مجيء المرضى للمستشفيات. وزي ما قلنا في خدمه تطبيق موعد الديجيتال هيلث على تطبيق موعد في المملكه العربيه السعوديه.
طيب هنا مثلا بيتكلموا في الانفكشن بريفنشن كنترول، الهاند واشنج يا جماعه للناس مستهتره فيه، طبعا طلع اساس الموضوع كله. يعني حتى يقول لك التاتشنج فيس بايديك وتاتشنج ثينجز بايديك، هو دي اساس مشكله نقل الكورونا فيروس. عشان كده الناس بيؤكدوا على غسل الايدي سواء جوه المستشفيات اللي هو غسل الايدي الغير جراحي والجراحي، وايضا اللي هو للببليك للبوبوليشن للجماهير. الناس تغسل ايديها كويس في البيت بالميه والصابون، وتغسل ايديها كل ما تلمس حاجه وكل ما تخرج وتلمس حاجه، لو انت في المول، لو انت في عفوا المولات مقفوله، لو انت في مثلا ديبارتمنت ستور بتشتري اغراض، لو انت في صيدليه بتشتري حاجات، لازم تغسل ايديك بعد كل الحاجات دهيت، يبقى معاك هاند سانيتايزر او بمجرد ميه وصابون تغسل ايديك كويس علشان نقل العدوى. طبعا دي تشيك ليست وكلام جميل كلام معقول ما اقدرش اقول حاجه عنه، لكن الدليل اللي بعده من المملكه العربيه السعوديه ايضا مجهود محمود جدا من سعودي بيشنت سيفتي سنتر او المركز السعودي لسلامه المرضى، اتكلم على كوفيد 19 سيفتي جايد فور هيلث كير وركرز ويتش از جريت. بصراحه نحن نخلي بالنا من الناس اللي شغالين في وسط هذه المآسي، فلو بصينا عليه هنلاقي سورت اوف التشيك ليست اللي موجوده بصوره او باخرى في دبليو اتش او معموله كونتكستواليزيشن جميل في صوره تيبل بسيط وجميل. الانتر هوسبيتال ترانسفيرز، الانتر هوسبيتال ترانسفيرز، الانتنسيف كير يونتس والايزوليشن ارياز، الاوبريتنج ثياترز، تمام، وهكذا، تمام، لغايه الفيزيتورز، كل حاجه في جدول ظريف ولطيف. فبصراحه مجهود جميل ومحمود جدا من المركز السعودي لسلامه المرضى. لو بصينا على اخر سورس معانا او هاند اوت او هاند بوك معانا النهارده اللي هو انفورمينج ليبنانز ريسبونس تو كوفيد 19 بانديميك، دوت حاجه اسمها كي تو بي سنتر في الجامعه الامريكيه في بيروت اللي اشرف ان انا متخرج منها الماستر بتاعي في البابليك هيلث في الهيلث مانجمنت اند بوليسي اللي هو نوليدج تو بوليسي، وعاملين رابيد ريسبونس سيرفيس ان هم يطلعوا بسرعه تقارير تساعد متخذ القرار في الدوله. فهم هنا بيتكلموا عن حاله لبنان. استاذنا الكبير الدكتور فادي الجردلي والتيم بتاعه من زمايلنا الافاضل، حد هيقول لي طيب لبنان السياق مختلف، طبعا واضح ان هو بانديميك دلوقتي في العالم كله، اصاب اكتر من 230 دوله دلوقتي كورونا فيروس، تقريبا ما فيش منطقه ما عداش عليها كورونا ولو بحاله. فللاسف للاسف خلاص ما حدش عني يقدر يقول ان احنا كل دوله منفصله لوحدها، احنا عالم واحد بنواجه مشكله واحده، فنقدر نستفيد من تجارب بعض زي ما استفدنا دلوقتي من التجربه الصينيه، زي ما استفدنا من تجارب ايطاليا، زي ما استفدنا من تجارب اسبانيا، زي ما استفدنا من تجارب اي دوله حصل فيها وباء بصوره كبيره. طيب هنا في وقفة بسيطة جدا في صفحتين، الصفحة الأولى صفحة 39 في هذا البي دي اف، لو بصينا على صفحة 39 هنا بسرعة هنلاقي رود ماب فور اكشن، وهتلاقوا كتير من الحاجات دي المملكه العربيه السعوديه اتخذتها اصلا قبل ظهور الحالات بفضل الله، مقسمينها ناشونال ليفل كوردينيشن وبلاننج، وبعد كده هتبص تلاقي بيتكلموا على الكوميونتي ليفل والاورجنايزيشن ليفل انيشيتيفز، وبعد كده الهيلث كير فاسيلتي ليفل انيشيتيفز، وبعد كده هنا بيتكلموا على طبعا الهيلث كير فاسيلتي واخده حيز كبير اكيد طبعا، ان دي المستشفيات اللي بتستقبل الحالات، الانفورميشن جاذرنج وشيرنج والتعامل معاها والافيدنس بيزد الافيدنس اللي بيطلع كل يوم والريسيرش اللي بيحصل كل يوم، السيرفيلانس والكيس انفستيجيشنز الترافل اند انتري السبيسمنت تيستنج لابراتوريز واوبريشنال لوجيستكس اند فاينانسنج، كل الكلام دوت رود ماب جميله وفيها تجارب على فكره متميزه جدا. طيب لو جينا على صفحه 58 في هذا البي دي اف هنلاقي الانكسز او الملاحق، هنلاقي تجارب الدول المختلفه مختصره في هذه الملاحق، حاجات ممكن نستفيد منها كتير جدا 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 من الكي تو بي ريبورت ده. هو مع شكر جزيل لاستاذنا الكبير والتيم بتاعه في الجامعه الامريكيه في بيروت. بكده نكون خلصنا بارت 1 او اللي هو الجزء الاول المتعلق بالهاند اوتس او الهاند بوكس المهمه، اهم خمس مصادر عالميه ومحلية للتعامل مع الكوفيد 19. الجزء الثاني النهاردة معنا اللي هو الأونلاين كورسز الخاصة بكوفيد 19 للهيلث كير بروفيشنالز. أول سورس هيكون معنا اللي هو يوتيوب،
هو مش كورس، هو يوتيوب. اليوتيوب ده عبارة عن International Conference 2020 اللي اتعمل من كام يوم واستمر على مدار 6 ساعات على منصة زوم للاجتماعات أونلاين، وجابوا فيها خبراء من مصر والسعودية وإيطاليا والصين. بصراحة شاركوا تجاربهم وكانت متميزة جدا. على مدار 6 ساعات قامت بيها تقريبا مستشفى الدمام أو مجمع الدمام، مجهود رائع جدا، ونشكر الناس عليها وعلى هذه المبادرة الرائعة. بصراحة كانت تجارب هائلة جدا. هو 6 ساعات ممكن تسمعوا منهم كل يوم شوية، أو تسمعوا توك مثلا وبعد كده تاني يوم أو في وقت تاني توك تاني لمتحدث تاني وهكذا. طبعا نشرف جدا، أنا شخصيا أشرف باستضافة الأستاذ الكبير الأستاذ الدكتور عاطف رضوان أستاذ التخدير، وهو أول من أنشأ ديزاستر هيلث كير ديزاستر مانجمنت دبلوما في جامعة الزقازيق زمان. فبصراحة جاي يتكلم آخر ساعة بيتكلم على موضوع السيرج كاباسيتي والهوسبيتال بريبيردنس لأزمة كبيرة زي كوفيد 19. طبعا الكونفرنس كان متميز جدا وأنصح الجميع بالاستماع إليه. السورس الثاني معنا طبعا الـ WHO أونلاين كورسز، عملوا كورسز متميزة عن الكوفيد 19 ومش طويلة، يعني تقريبا 2 ساعة وحاجات كده، لكنها متميزة جدا وتاخد شهادة في الآخر زي الكورس دوت. الكورس دوت هو أميز كورس فيهم، الأوبريشنال بلانينج جايدلاين علشان الكوفيد 19، إزاي نعمل preparedness كويس للكوفيد 19. هتلاقوا لسة الكورسات المتعلقة بالموضوع دوت على الخدمة الأوروبية في موقع World Health Organization منظمة الصحة العالمية، يعني مرتبة أكتر شوية. وأنصح أيضا بكورس تاني في هذه الكورسات، طبعا ده الأوبريشنال بلانينج هوت، وأنصح بالكورس اللي فوقه Infection Prevention and Control for Novel كورونا فيروس كوفيد 19 برضو. اوكي، يبقى دوت كان الانترناشنال كونفرنس المصدر الاول، وبعد كده المصدر الثاني كان كورسات ال WHO. طيب الكورس الثالث على منصه فيوتشر ليرن، وسبحان الله كنت لسه بتكلم على منصات التعلم عن بعد، اهم 12 موقع، موقع للتعلم عن بعد سواء باللغه العربيه باللغه الانجليزيه، تتعلم ديتا وستاتستكس، تتعلم برمجه وكودينج والكلام دوت، تتعلم لغه انجليزيه، كل الكلام دوت اتكلمنا عنه في اليوتيوب بتاعي اللي هو ناقش موضوع منصات التعلم عن بعد الأهم في العالم، وكان منها Future Learn. هنا جامعة لندن School of Hygiene and Tropical Medicine في بريطانيا قدمت كورس COVID-19 Tackling the Novel Coronavirus، وتقدر تاخد شهادة بعد ما تاخد هذا الكورس. أوكي، دوت كان COVID-19. المنصة المحببة إلى قلبي جدا هي وإدكس، طبعا منصة كورسيرا. كورسيرا الكورس الرابع والخامس مقدمين عليه. أول كورس مقدم من الإمبريال كوليج لندن، Science Matters Let's Talk About COVID-19. هذا الكورس بالمناسبة مقدم من أحد المراكز جوه الإمبريال كوليج لندن بمبادرة يوسف عبد اللطيف جميل، زي مبادرته الشهيرة والجميلة في الجامعة الأمريكية في القاهرة. فسبحان الله أيادي المملكة الطيبة تمتد إلى أماكن متميزة في العالم. فالإمبريال كوليج لندن السنتر بتاع يوسف عبد اللطيف جميل قدم هذا الكورس أونلاين على منصة كورسيرا فور فري. أوكي، الكورس الأخير معانا أونلاين اللي هو على كورسيرا برضو مقدم من جونز هوبكنز، Fighting COVID-19 with Epidemiology. كورس برضو متميز وممكن ناخده أونلاين على كورسيرا. أخيرا نختم كده بثلاث أفلام. اللي يعرفني طبعا أنا بعرف بحب الأفلام الأمريكي، وبحب الوثائقيات أيضا، وثائقيات الحرب العالمية الأولى والثانية تحديدا، وأيضا وثائقيات الطبيعة وثائقيات الصحة، مهتمة جدا بموضوع الوثائقيات. ونتفليكس ليست خدمة ترفيه فقط، وإنما فعلا عليها كمية وثائقيات خطيرة جدا، ممكن تبحثوا عن الوثائقيات فيها هتلاقوا كمية ضخمة جدا تقدروا تستفيدوا منها سواء ليكم أو لأطفالكم. طيب أول حاجة معايا النهاردة عبارة عن وثائقي من إنتاج الشبكة الصينية CGTN، بتكلم عن تجربة إغلاق ووهان شهر وعلاج المرضى بهذه الأعداد الكبيرة جدا على مدار 33 دقيقة بس. بصراحة كل الناس مش الممارسين الصحيين بس لازم يتفرجوا على هذا الوثائقي، الهام جدا. المصدر الثاني والسورس الثاني بصراحة ايرونيكلي يعني كونتاجين او فيلم العدوى اللي انتج سنة 2011، وبصراحة انا اتفرجت عليه من كام سنة، وسبحان الله وما اشبه اليوم بالبارحة. وكأن الفيلم ده بيحكي عن اللي بيحصل دلوقتي، مرض تنفسي غريب بدأ من اسيا، عمل بانديميك في العالم، واجتهدوا جدا ان هم يعملوا اللقاح، وكانت ازمة كبيرة، والدكتورة اللي اكتشفته اللي هي كيت وينسلت ماتت في الفيلم. يعني
اتفرجوا عليه. بيذكرني جدا باليوتيوب اللي انا عملته عن خطاب بيل جيتس في تيد توك الشهير سنة 2015، بيتكلم على الوباء التنفسي القادم والخمس توصيات بتاعته للعالم. اخيرا نختم بوثائقي بنتفليكس، ايرونيكلي برضو المثير للجدل ان هو ريليزد في بداية 2020، بيتكلم على بانديميك شهير في العالم، وكانوا بيتكلموا هنا برضو على الانفلونزا والوبائيات، فبانديميك بيتكلموا على بانديميك تنفسي ايضا في بعض حلقات، في حلقات تمثل هذا الوثائقي. دي كانت ثلاث وثائقيات وافلام كده ممكن نستفيد منها. نوعدكم باي مصادر تانية سواء هاند اوتس او هاند بوكس زي ما اتكلمنا في اول جزء، عندكم اونلاين كورسز، عندكم يوتيوبس او وثائقيات او افلام، يا ريت تشاركوها معانا علشان نستفيد منكم. اتمنى ان شاء الله ربنا يزيح الغمه ويحفظ بلاد الحرمين وكل بلاد العرب والمسلمين والعالم اجمع، ويتحول العالم بعد هذه الازمه الى عالم متضامن ومكان افضل لكل الناس ان شاء الله، وربنا يرحم موتى كورونا الجديد، وربنا يعافي المرضى، وإن شاء الله تتحل الأزمة دي بفضل الله على خير. أتمنى لو عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك شير سبسكرايب، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتضغطوا على أول علشان يوصلكم كل جديد القناة بعد الاشتراك. دمتم بألف خير وفي أمان الله.